بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أطول درحيم. ها الكراج عندنا أنفاس مع جامع بدر. جامع بدر كاين غير واحد في قنيطرة في بير رامي اللي قلت له مسجد بدر يجيبك حتى الموقع. كاين حداه قهوة أنوال. هنا قهوة بدر. اللي جا مرحبا. اللعاب والدراري يجيو يلعبوا في اللعاب هنايا. راه وليداتي كيلعبوا ليها في اللعاب تما. فابور طوموبيلات هنايا. الكراج ديالنا هو هذا. وطول درحمو البيرو ديالنا هنا الفوق. غنوريكم واحد الطوموبيل دخلناها اليوم. هاد الهيونداي هادي وصلوا ليها بعدا. وصلوا ليها بعدا. كاينه هاد الطوموبيلات راه ديجا هضرت عليهم في فيديو اخر. هاد الابيزا هي تغسلات راه كنت هضرت عليها اوتوماتيك. دابا غنهضر لكم على هاد الهيونداي. ما بهاش طوموبيل نقيه ممتازه فيها غير الضريبه في بارشوك راه مازال ما الا تغسلات اليوم. هذا هو الديفو اللي فيها. دي مازوت سبعة الخيل بصراحة عامرة فيها جوانط فيها البنوات مزيانين. جوانط ألمنيوم دجاج إلكتريك بربعة. بسم الله. الصالون ديال الهيونداي بيج كليما ديجيتال ما فيهاش ليكرو. فيها المود الفولو عامر. فيها كيلومتراج 290,000. بسم الله الله يبارك. هي هادي موديل 2012 ضربة 290,000 كل علين 300. الثمن ديالها 7700 ان شاء الله. بلاك رباطية هاد العوينات شويه تستيكا. يعني انا تنقول لكم الحاله ديال اليوم. الحاله ديال اليوم من لافاج. حنا في لافاج ديالي. ها هي هاد الابيزات هي الله تغسلات اليوم اوتوماتيك. 2015 قلنا الثمن ديالها 11 مليون. هادي اوتوماتيك. وهادي ها هي راه هضرنا على الحاله ديالها. يعني نقيه راه صباغ الدار فيها شي روتوشات البارشوك راه نقيه. مولا وليدات بنادم يركب بارشوك هذا اللي خصو شي صبيغه هذا ما ينقيه تبارك الله. الهيونداي لا عمرها دار زعما فرضت راسها في السوق ما نحتاجوش نهضروا عليها. المهم الكسيدة راه ما كايناش واصلا الحمد لله طول درحيمه ما تيدخلش الكسيدة نهائيا. حاجة العيب ما نبغيوهاش لينا ولا لحد اخر. لدينا شي خدمه وشي بركه دينا ثمن الاتعاب ديالنا والخدمه ديالنا تكون حلال طيبه. مرحبا بكم مره اخرى والسلام عليكم ورحمه الله. كان معكم مصطفى. ما تنساوش الاشتراك وتدعمونا على القناه وتشوفوا ديما الحديد اللي جاب الله دخلناه تنشاركوه معكم. وحتى تلقاو ان شاء الله البياسه اللي تناسبكم عندنا ونديروا ثمن زوين. وصراحه الطوموبيل والله الا زوينه صراحه على البنوات ديالها ولا جوانطات. وتمام ان شاء الله يكون خير. السلام عليكم ورحمه الله مره اخرى.